محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ليه وقت النهارده؟ طبعا جاي محمد البسيوني اهو. ادفع لي يا ابني محمد البسيوني حبيبنا دبي كلها. ربنا يصلح حاله يا رب ويرزقه ويرزق ولادي ويكون شر عيون الناس يا رب. طبعا بيعمل العلبه دي بياخدها مني كل مره لواحد كويس، حاجه كبيره كده. ايوه حاجه كبيره بياخدها، حاجه كبيره حاجه كبيره يعني. اللي هو بقى عقيد معرفش، المهم ان هي حلقه لحاجه كبيره. ربنا يسعدكم ويجعلك بألف سنه وصحه وعافيه، وكل فسيخنا يوصل دبي كلها والمطار. فسيخ البحار احلى فسيخ، احلى فسيخ في الدنيا كلها. عايز اروح املح السما. تطلع بألف سنه وصحه وعافيه، وربنا يجعلها. هات لك عمك اشرف يا ابني، عمك اشرف يا ابني. لحمه بتلو يا ابني، اديله اديله بقى قدام مني على الطياره. احلى فسيخ، احلى فسيخ. يا ابو راكب في الكرسي اللي قدامي على الطياره. كنت عم بقول لك في برطمانات احسن. محدش بيسلم على حد يا محمد. في برطمانات احسن. شايفه صاحبات.